في ولاية كولورادو الأمريكية بيبدأ يتولد نوع جديد من المواليد، الطفل منهم اسمه الهجين، والهجين بيبقى خليط ما بين البشر وأي حيوان تاني، يعني ممكن تلاقي طفل نص كلب ونص إنسان، نص أرنب ونص إنسان وهكذا. ده بقى دكتور سيانغ، ودي تعبيرات وشه بعد ما شاف المواليد الجديدة، وحاليا هو واقف يكلم نفسه ويقول هي المصايب كلها بتيجي ورا بعض. وده لأن في نفس التوقيت ده انتشر فيروس قاتل اسمه H5G9. الفيروس انتشر وبقى وباء عالمي، وراني مرات دكتور سيانغ كمان انصابت بيه. أهم عرض من أعراض المرض ده بيجي لك رعشة لا إرادية في صبعك الصغير، سواء بتاع إيدك اليمين أو الشمال. خلي بالك هي صعبة، حاولت كتير أهز صبع الصغير لوحده معرفتش. وفي تلك الأثناء بيكون ريتشارد واخد ابنه غاز الهجين وبيحاول يبعد على قد ما يقدر عن البشر، وده لأن البشر اعتقدوا إن الهجين هو سبب الفيروس، فقرروا إن هما يتخلصوا من أي هجين. بيكبر غاز، وأول ما قرونه بتبدأ تبزبز بتبقى أول كلمة يقولها بابا، وده لأن مفيش ماما، بس حتى لو في ماما هيقول بابا برضه. ومن اللحظة دي بيبدأ ريتشارد يحفظ ابنه القواعد اللي هيعيش عليها باقي عمره. لو سمعت صوت تجري، لو شفت بشر تستخبى، ممنوع الاختلاط وممنوع تعدي السور اللي حوالين البيت. ريتشارد بيعيش مع ابنه فترة طويلة في سعادة، وبيحاول يشيل من دماغه أي فكرة عن العالم الخارجي، ولكن العالم الخارجي دايما كان بيلاقي طريق أو يوصل لهم بيها، زي الطيارة اللي رمت المنشورات دي. المنشورات دي مكتوب فيها إن لو أنت هجين أو عندك طفل هجين تقدر تجيبه المحمية، والمحمية دي مكان آمن لأي هجين. غاز بعد كده بيبدأ يكبر أكتر، وبيلاحظ إن في شبه ما بين الغزالة وما بينه، أو تحديدا ما بين ودانه وما بين ودان الغزالة، فبيجري على باباه ويقول له انت قلت لي لما اكبر هتفهمني، يلا فهمني. فقال له ان البشر لو وصلوا البيئه ولو وصلوا الارض ودمروها، وبسبب التلوث ده ظهر فيروس قتل اكتر من نص سكان الكوكب، ومن ساعتها والبشر معتقدين ان الهجين هم السبب في الفيروس. ولكن الحقيقه يا ابني ان انتوا امل الارض في الشفاء. فقال له بابا ما علينا، انا شفت ماما النهارده. قال له فين؟ قال له في الغابه. قال له لا يا ابني، امك كانت غزاله بس دي مش امك. بتتطور الاحداث بعد كده لحد ما ريتشارد بيموت، وبيبدا غاز لاول مره ان هو يعتمد على نفسه ويعيش لوحده، فبيعمل الحيوانات دي يعني عشان ما يحسش بالوحده، وبيبدا يتعامل. وهنا بقى بنبدأ نصدق ان هو جواه جزء حيواني، يعني مين اللي بيسد الماسورة لما تسرب بالطين؟ ما اكيد هتسرب تاني. ومين ممكن يتخانق مع شجرة العنب عشان ما بتطلعش بطيخ الا ما يكون جواه جزء حيواني؟ ولكنه ما بيكتفيش بكده، وبيجيب نار وبيولع في الشجر، بيتعصب غاز اكتر، وبعدين بيجيب العرايس بتاعته وبيرميها كلها في النار. بسبب الدخان اللي عمله غاز ده لمع على الصيادين اللي حواليه كلهم، اللي اساسا بيشمشموا على اي هجين عشان ياخدوه يبيعوه، لان في ناس بتشتري الهجين عشان تعمل عليه تجارب عشان تلاقي علاج للمرض. غاز بعد كده بيخش عشان يريح اعصابه بعد اللي هو عمله ده، فبيلمح علامه على الخريطه بتاع المكان اللي هو عايش فيه باباه كان عاملها له، وبيقول له دور هنا. بيروح يدور في المكان فعلا، وبيلاقي شنطه وبيلاقي دولارات فبيرميها، بيلاقي بعد كده كريدت كارد فبيرميه، بيلاقي بعد كده مفاتيح سياره فبيرميها، لحد ما بيلاقي صوره الغزاله اللي هي مامته واسمها بيردي. بيبص في الصوره فبيلمح اسم المكان اللي اتاخدت فيه الصوره على الصوره، بياخد الصوره وبيحدد المكان على الخريطه، وبيقرر ان هو يروح لمامته. بيلبس قميص حلو كده عشان ماما لما تشوفه، وبياخد المزلاج بتاعه وبتبدا الرحله. هي المسافه مش بعيده، يا دوب 1500 كيلو، ما كملش 200 متر، وبعدين شم ريحه غريبه جدا، رائحه شوكليت، فبيفتح وياكل ويستلذ، وفائزه بواحده تانية ما يفهمش بقى ان ده فخ غبي، وبيمسكوا غاز فعلا، وبيقرروا ان هم ياخدوه يبيعوه. ولكن بيظهر هنا تومي، تومي جيب صياد زيهم، ولكن هو ما كانش صياد، هو كان لاعب كره قبل الوباء. المهم بعد كده تومي بيموتهم، وبعدين بيصعب عليه غاز، فبيقرر ان هو يساعده، واول حاجه بيعملها له الماسوره دي. وبعيدا عن ان الراجل يعني افاور من النبله بتاع غاز، ولكنه ما اذاهوش، وبعدين بينصحه ان هو يفضل في الغابه وما يطلعش بره، لان المكان بره خطر عليه جدا. بيمشي تومي فعلا، وبيقعد غاز يكلم نفسه ويقول ان حد انت هفضل هنا وافضل قاعد لوحدي وبعيد عن ماما. فبيسخن شويه وبيقرر ان هو يكسر قواعد بابا، وبيعدي السور فعلا اللي بابا كان موصيه ما يعديهوش، وبيحصل تومي ويقول له خدني معاك يا عم وخدني معاك، وبتبدا رحله غاز في البحث عن امه. دي تبقى ايمي، كانت شغاله دكتوره نفسيه قبل الوباء، ولكن الوباء دخل عليها وهي شغال، فقررت ان هي تعتكف في المكتب بتاعها لحد ما تفهم ايه اللي بيحصل بره. وبلاش بقى الاسئله بتاعه، كانت بتاكل منين وبتشرب منين، طب ازاي عاشت الفتره دي كلها من غير ما تغير هدومها، عشان انا نفسي ما اعرفش. المهم ان هي بعد فتره بتقرر ان هي تنزل الشارع، فبتلاقي المدينه بقت مهجوره من البشر، والحيوانات اللي في جنينه الحيوانات سابت جنينه الحيوانات وطلعت هي الشوارع، فهي قررت ان هي تروح تسكن مكانها، وقررت ان حديقه الحيوان دي هتبقى هي بيتها، وبدات تتاقلم وتعيش على اساس ان هي هتعيش لوحدها فيها. لحد ما في يوم المخرج بيحط لها البنوته اللي زي القمر دي قدام الجنينه، فبتقرر ان هي تاخدها تربيها، وبتسميها بيغاتيل او بيغاتيل. بيغاتيل بتملي عليها حياتها وبتبطل تحس بالوحده، فبتقرر تعمل حاجه اسمها المحميه، اللي هي مكان امن لاي هجين. فبتبدا بقى ايمي تعمل اعلانات عن المحميه ومنشورات، وبترميها في الشوارع وفي الغابات باستخدام الطيار، يعني هي اللي كانت بترمي المنشورات على ريتشارد وغاس. ولكن برضه هي كانت بتتعامل بحذر وبذكاء، يعني مثلا لو حد بيكلمها ويقول لها احنا معانا هجين، كانت بتقول له مثلا سيبه في المكان الفلاني وانا هاجي اخده، وده عشان تفضل المحميه مكان سري محدش يعرفه.
وفي تلك الأثناء بيكون دكتور سيانغ رايح للدكتورة بيل عشان ياخد منها جرعات الدواء بتاع مراته، ولكن ده مش دواء شافي، يعني مجرد كده زي مسكنات عشان ما تموتش. المهم ان الدكتورة بيل قالت له في اليوم ده ان العظمة كبرت وخلاص هي ناوية تستقيل، وان هي رشحته عشان يمسك مكانها الوحدة الصحية بتاع البلد، وادته كمان دفتر ملاحظاتها اللي ممكن بيه يوصل لعلاج شافي للمرض. ما بيبقاش عايز في الاول، ولكن بتفكره ان مراته هتموت عاجلا ام اجلا. بيوافق سيانغ وبيستلم مكان الدكتورة بيل وبيبدأ يقرا في ملاحظاتها، ولكن بتبقى في مشكلة ان هو عشان يوصل لعلاج شافي للمرض فعلا لازم يحصل على هجين حي. هتقول لي اشمعنى؟ سالتني اجاوب، لانه عشان يوصل لعلاج شافي للفيروس محتاج افرازات فريده من الغده الصنوبريه لهجين حي في تركيبه محدده من الخلايا الجذعيه لنخاع عظم هجين حي. يبقى احنا محتاجين ايه؟ هجين حي. ما تسالش بقى اسئله من دي تاني. بيروح بعد كده دكتور سيانغ البيت، فبيلاقي مراته الهانم اللي تعبانه لابسه وعايزه تروح عيد ميلاد. هو يقول لها يا راني بلاش، تقول له لا انا من ساعه ما اتفيرست وانت ما خرجتنيش. دلوقتي انت اكيد بتسال سؤال واحييك عليه طبعا، هو ازاي ما تعداش منها؟ الاجابه ببساطه لان هو وصل معاها المرحله ان هو يحتوي الفيروس جواها، يعني هي ما بتعديش. المهم في الاخر بيروح معاها عيد ميلاد ايدي اللي هو ده، وبياكل ويشرب وهيصه وزمبليطه، فاذا بايدي بيكسر الكوبايه، فبتروح له نانسي وتقول له حصل خير مفيش حاجه، ولكن صابعه بيرش، فبتقول له كده مش خير وهيحصل حاجات. كله بقى بياخد الاجراءات الاحترازيه ويلبس الكمامات، وبعدين سيانغ بياخد له مسحه وبتطلع ايجابيه، فبيلفوا ايدي لف الجاتوه بالبلاستر ده، وبيغرقوا البيت بنزين وبيغرقوا ايدي بنزين، وبعدين بيولعوا في البيت وبيولعوا في ايدي، وبيطلعوا ياخدوا الجاتوه وياكلوه بره. وفي تلك الاثناء بيكون تومي واخد غاز عشان يوديه للقطار اللي هيروح بيه للمدينه اللي فيها مامت، فغاز بيبدا يديله شويه نصايح كده عشان يحافظ على البيئه ويبطل يرمي الحاجات على الارض، ولكن تومي ما بيتقبلش النصيحه بتاعته لان هو انسان بوهيمي، فهو الموضوع بيبقى داخلي ملوش دعوه انت هجين ولا لا. بيوصلوا لمحطه القطر فعلا، وتومي بيبدا يظبط له كده زي لبس تنكري عشان البشر ما يعرفوهوش، وبيقول له ان البشر ما شافوش قبل كده هجين بيتكلم، فلو حد شك فيك اتكلم. بياخدوا بعد كده تومي وبيخش على نقطه التفتيش اللي بتبقى قبل المحطه، وبيخش تومي على الراجل وبيقول له احلى مسا عليك ابو الصحاب، هجرال لسه مأيون عنب، فبيقول له عد. بيخشوا المحطه وبيشتري له تذكره وبيوديه للقطر، ولسه هيودعه والقطر هيمشي، جه واحد من افراد الجيش وقال امسك هجين، فبيتقبض عليهم الاثنين. وفي الطريق الى مكان انا معرفوش بيطلع عليهم مجموعه من الشباب اللي وهبه نفسها للخير وحب الهجين، ومسميين نفسهم باسماء حيوانات، يعني دي تايجر ودي بير الزعيمه. بير بتاخد غاز وبتطمنه وبتقول له ان احنا هنا عشان نساعدك وننقذك من الصيادين زي الاستاذ ده، وبتامر زمايلها بقتله. فبيجري غاز على تومي ويقول لها لا عم تومي، لا عم تومي مش وحش. فبير بتقرر ان هي تاجل موضوع القتل ده شويه. بعد كده بير بتاخد غاز معاها وبتعرفه على باقي اعضاء الجروب، وبيترصوا كلهم وكل واحد عنده حاجه بيقدمها الغاز. طبعا هنا غاز عمال يقول لهم ده قلط، والله والله اللي بتعملوه عشان ده قلط. المهم بعد كده بيجي الميعاد اللي هيموتوا فيه تومي، وده لان هو صياد واذى قبل كده كذا هجين، فدي مبادئ والمبادئ ما بتتجزأ، ولكن بير قررت تعفو عنه عشان هو ساعد غاز. وهنا بقى بيحصل الخلاف ما بين اعضاء الجروب، وبيبقى حب رايهم من راي بير وحب رايهم من راي تايجر، فبتقوم خناقه، وعلى اثرها بيهرب تومي وغاز. ولكن بعد ما بيمشوا شويه بيلاقوا بير في وشه، وبتقول لهم انا هكمل معاكم الطريق عشان انا عايز اساعد غاز، وبيكملوا الثلاثه رحلتهم في البحث عن ام غاز. وفي تلك الاثناء بيكون دكتور سيانغ راجع البيت، فبيلاقي نانسي موجود، جاي تقول لهم ان احنا عايزين نعمل مسحه لكل الناس اللي كانت موجوده في عيد الميلاد. فقالت راني وبصت لجوزها قال لها ايه؟ ايه؟ نعمل مسحه؟ فنانسي قالت لهم يعني احنا متفقين؟ قال لها اه طبعا حضرتك متفقين، مش كده يا راني؟ رحت عيد الميلاد يا راني؟ انبسطت يا راني؟ ده هيعملوا منك راني يا راني. بيوصلها سيانغ لحد الباب وبيقول لها الهي ما توعي تروحي، وبتستجاب دعوته وبيرفصها حصان وبتموت نانسي. فبياخدها هو ومراته وبيحطوها في الثلاجه بتاع الوحده الصحيه اللي هو شغال فيه. خلصوا وطالعين ماشيين لقوا اهل البلد في وشه، قالوا له فين نانسي يا سيانغ؟ قال لهم نانسي في الثلاجه جوه، بس نانسي كانت متفيروس وانا ما حبيتش اتعبكم يعني، مع اني ما كنتش قادر اشيل لوحدي. صدقوا فعلا، ولكن اذا بصوت كحه، وبيعرفوا ان راني مصاب. فبيتاخذوا بقى الاجراءات اللي انت عارفها دي، شويه بنزين وشويه بلاستر، وبيولعوا فيهم الاثنين وبيسيبوهم وبيخرجوا بره. فراني بصت لسيانغ وقالت له قول لي كلام حلو. قال لها حبيبتي باين كده خلاص ان دي النهايه، لكني سعيد اني هموت وقفاكي لازق في قفايا. بتحصل المعجزه وبيخش عليهم جنود وبيطفوا الحريق، وبنسمع صوت بيقول ده سطور، انا الجنرال ابوت، جنرال العالم وجنرال الاقاليم السبعه او السته مش فاكر. فين دفتر ملاحظات الدكتوره بيل؟ يالا سيانغ قال له نهار ازرق، والموضوع وصل لجلالتك؟ الجنرال ابوت هو الجنرال الموكل من الجيش الامريكي عشان يلاقي حل لموضوع الفيروس، ولسه راجع من عند الدكتوره بيل بعد ما عرف ان الملاحظات بتاعتها مع الدكتور سيانغ، وبعد كده قتل. بياخد دفتر الملاحظات وبيأمر جنوده ان هم يموتوا سيانغ ومراته، ولكن مراته بتستنصح وبتقول له انت مش هتعرف توصل لعلاج من غير جوز. وقف شويه وفكر كده، وبعدين رجع لها وقال لها بس انت عارفه لو ما وصلش للعلاج انا هعمل فيكوا ايه؟ هخليكوا تحصلوا مصطفى وبازي. وسيانغ هنا قال له انا محتاج هجين حي، تعرف تجيبه لي؟ قال له موجود. طبعا هو قال له موجود لان ابوت ورجالته عرفوا مكان إيه
إيمي، وبالرغم من إن إيمي والهجناء اللي معاها حاولوا يهربوا إلا إن الهجناء اتمسكوا وإيمي قدرت تهرب، وده بسبب غلطة بيغاتيل إن هي طلعت من المواسير دي وما سمعتش كلام إيمي وفضلت تحت. يبقى كده الجنرال قبض معاه كل الهجناء اللي كانوا في المحمية. وفي تلك الأثناء بيكون غاس وتومي وبير وصلوا لبيت أم غاس، ولكن ما بتطلعش دي أم غاس، بتدخلهم وبتشربهم حاجة وبتقول لهم إن ماما غاس أشفقت عليها لأن هي كانت قاعدة في الشارع، ولكن حاليا هي ما تعرفش هي فين، ولكن في أوضة هي سايبة فيها شوية حاجات كده ممكن تشوف هي فيها إيه. في اللحظة دي بقى بيقرر المخرج إن هو يحكي لنا حكاية ريتشارد وبيردي اللي هما بابا ومامة غاس. ريتشارد كان شغال عامل نظافة في المعمل اللي بيردي بتشتغل فيه، وريتشارد كان معجب بيها وكان يراهقها، وأنت عارف بقى الستات بتحب الاهتمام وبتحب الأكل وبتحب بعد الأكل إن هي تشرب حاجة، وبعد ما تشرب حاجة من الذوق إن أنت توصلها لحد باب البيت، وابن الإتيكيت لما تقولك تعالى نشرب حاجة سخنة بعد السائع تخش، وأثناء ما هي بتعمل لك السخنة تقوم مدلعها تقوم غزلها وتقول لها يا غزالة، ومن الإتيكيت برضه لما تقولك تعالى هنا جنبي تروح جنبها، وطبعا بعد البوسة دي بيجي غاز، لا طبعا بيجي تليفون من المعمل وبيقولوا لها إن الشرطة والجيش هنا وبيصدروا كل حاجة موجود. فبردي بتبقى سايبة حاجة مهمة جدا في المعمل، وتحديدا يعني هي سايبة الحاجة المهمة دي في المكتب بتاعها. وفي تلك الأثناء بيكون غاز فتح الأوضة وبيدور على أي حاجة فيها ريحة موت، صورة هدوم وهكذا. وفي تلك الأثناء بتكون بردي وريتشارد بياخدوا الحاجة المهمة من المكتب، الحاجة المهمة دي ببساطة يبقى غاز. وفي تلك الأثناء غاز هو بيدور في حاجات مامته اللي هي مش مامته بيلاقي صورة ليه هو في المعمل، وأخيرا بيبدأ يفهم غاز بقى وإحنا كمان بنفهم معاه إن ولا ريتشارد أبوه ولا بيردي أمه، وإن هو معمول في قلب المعمل، يعني بلا أب ولا أم. في نوعين من البشر دلوقتي هيسألوا سؤالين، أول نوع هم عملوا ليه غاز أصلا؟ هو المسلسل ما بيوضحش بس هو أكيد يعني هيبقى هو اللي عنده العلاج الشافي، يعني في دمه في قرونه كده. النوع التاني من البشر واللي أنا منهم اللي يخلي واحد لسه عارف واحدة من 5-6 ساعات يسيب حياته كلها وياخد عيل ويطلع بيه الغابات ويسيب الدنيا والملذات. وفي تلك الأثناء بعد ما غاز بيعرف الحقيقة بيتعصب وبيطلع بره، بيروح يقعد جنب الطيارة دي وبيجيله تومي وبيقعد معاه، وتومي بقى بيبدأ يحكي له حكايته عشان يخفف من عليه. فقال إن هو في بداية الوباء مراته كانت حامل، ويوم الولادة هو كان معاها في المستشفى، وراح يشوف ابنه لقى نص معزة ونص بني آدم، فخاف وجري وقرر إن هو يهرب، ولكن في الأسانسير قابل دكتور ابن حلال. الدكتور لقى بيعيط فهو متوقع طبعا هو بيعيط ليه، فقال له إيه نصه إيه؟ قال له معزة يا دكتور. فقال له طب احمد ربنا يا عم في واحده جايبه نص كونغر فوق مش عارفين نمسكه. بيمشي الدكتور وتومي بيقعد يفكر وبيرجع فعلا لابنه، ولكن ابنه بيكون التاخي، وبيقول لغاز بعد كده انا من يومها لا عارف ابني فين ولا مراتي فين ولا اعرف عنهم اي حاجه. غاز بما انه ذكي زي ما قلنا في الاول طبعا كان بيلعب في اللاسلكي ده، فللاسف الجنرال ابوت بيقدر يحدد مكان اللاسلك، وبيجي يقتل تومي وبياخد غاز معاه، وبكده يبقى معاه كل هجناء المحميه زائد غاز زائد الدكتور سيان. وفي تلك الاثناء بنكتشف ان تومي ما ماتش، وبيجي حد ما تعرفش عارف مكانه منين ياخده معاه وبيمشي، والحد ده بيطلع إيمي عشان يبدأوا بقى رحلتهم مع بعض. وفي نفس الوقت ده بتكون بيغاتيل بتتعرف على غاز، ولأول مرة غاز بيشوف حد زيه وبشبهلك وتشبهلي وكده يعني. وطبعا النهاية المفتوحة دي ما عجبتش المخرج لأنه كان عايز يفتحها أكتر من كده، فبيقول لنا في آخر دقيقتين إن بيغاتيل تبقى أخت بير، وإن هي كمان بتدور على أختها اللي اتخطفت من زمان. واحد ذكي بقى ودماغه صحية دلوقتي هيقول لي الله مش انت قلت ان المخرج هو اللي حط بيغاتيل قدام حديقة الحيوان لإيمي عشان تاخدها تربيها؟ ايوه انا قلت لك كده عشان انا معرفش مين الناس دي، ولكن على الاقل دلوقتي احنا عرفنا ليه بير كانت عاملة جروب هي واصحابها عشان تساعد الهجين، وده لان اختها لما اتخطفت كانت هي عاجزة عن مساعدتها وممكن تكون برضو كانت بتدور عليه. طب والحاجة والحاجة سابوا بنتهم تتخطف؟ لا الحاجة والحاجة ماتوا. وطبعا احنا فهمنا المخرج خلاص بقى مش هيسيبنا نمشي كده، فبيقول لنا ان اثناء بير ما كانت في بيت بيردي بتلاقي تليفون كده بتقعد تلعب فيه، فبيتصل على بيردي اللي هي في حتة فيها جليد. وبيخلص الجزء الاول بتاع المسلسل، واحنا مستنيين الجزء الثاني ان شاء الله. ما تنساش تعمل لي فولو عشان تشوف الجزء الثاني لما ينزل. يلا سلام.